يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، تجريبهم أعمالهم فوق الصراط. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ما يمديك تشوفه إلا هو رايح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا مذكور في القرآن، قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها. كل الناس يريدون جهنم، وإن منكم إلا واردها. متى يريدها؟ على الصراط، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الصراط أهوال عظيمة، يعني كل هول أشد من الهول الذي قبله. فإذا تجاوزوا الصراط أوقفوا للقصاص، يقتص لبعضهم من بعض، اللي عليهم مظالم للناس واللي يقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعماله. نعم. ما تمر بنشاطك ولا شبابك ولا معك شيء يمضيك، لا، أعمالك، مالك إلا أعمالك هي اللي تعديك، هي اللي تعديك على هذا الصراط هذا. نعم.